عقبت الحكومات منذ 25 من يناير 2011 دون أن يتم إيجاد حل لملف المصانع المتعثرة والتي تفاقم أعدادها خلال الفترة التي أعقبت الثورة وحتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة لعدم قدرة تلك المصانع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي من ناحية، أو عدم القدرة على الالتزام بالمستحقات المصرفية والمالية الواقعة عليها من ناحية أخرى. تعثر المصانع يختلف من مصنع لآخر، فهناك تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة. كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هي التعثر الفني والناتج عن وجود خلل فني بالمصنع يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلاً جديداً لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وخلال السنوات القليلة الماضية أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة فتح هذه المصانع والعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلالها. الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أكدت في برنامجها أنها تستهدف معالجة مشكلات تلك المصانع عبر شركة مصر لرأس مال المخاطر التي تم تأسيسها برأس مال 150 مليون جنيه. تخطط الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التي تواجهها المشروعات المتعثرة، وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الملحة وذات المردود المباشر على المواطنين، والمقدرة بنحو 88 مشروعاً بكلفة متوقعة 4.2 مليار جنيه. كما بدأت البنوك المصرية المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخراً لتعويم بعض العملاء المتعثرين وحصر قائمة العملاء والمتعثرين من الشركات والأفراد والذي يبلغ قدرهم بنحو 3500 شركة و337 ألف عميل من الأفراد. لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبت بدعم المشروعات المتعثرة في مصادر الطاقة وأن يكون هناك بعض الإعفاءات على الضرائب لأصحاب هذه المشروعات المتعثرة، ومنها الإعفاءات العقارية لرجوع عملها مرة أخرى. وتسعى الدولة بكل جهودها في خفض معدل البطالة، حيث تشير آخر الإحصائيات ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام، مقابل 12% بالربع الأول من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 3,094,000 في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض 409,000 عن الربع المقابل من العام الماضي، وبتراجع 215,000 عن الربع الرابع من 2017. بلغ حجم قوة العمل نحو 29,186,000 فرد، بزيادة 37,000 عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86,000 عن الربع الرابع من العام 2017. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي حجم المصانع المتعثرة يبلغ حوالي 871 مصنعاً، وذلك وفقاً لمسح شامل قامت به وزارة الصناعة والتجارة، بينما صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق في أكتوبر الماضي أن إجمالي عدد المصانع المتوقفة وصل إلى 10,500 مصنع بإجمالي استثمارات وصلت إلى 1,322,000,000 مليوناً. جهود تبذل ومحاولات جادة لعلاج ملف أزمة المصانع المتعثرة والذي عجزت الحكومات المتعاقبة على مدار سنوات في غلقه، فهل تنجح حكومة مدبولي فيما فشلت في تحقيقه الحكومات السابقة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.